انا بابايا اصلا كابتن عادل شومان ايوه مدرب في النادي انا الاهلي عايز اكتب بقى الكلام من 40 سنه، اكتر من حصل 40 سنه. فهو عارف. فهو بقى خدني انا واختي كمان، ابتدينا انا ابتديت وانا عندي في النادي الاهلي عندي 5 سنين، واختي برضه نفس الكلام اعتقد 5 سنين برضه. فهو ده الطريق بقى، يعني عيله شومان في النادي الاهلي. دوره مؤثر معاك وبتسأله وبتجاوب معاك، ولا مدربينك هم الـ الأساس بتاعك؟ يعني هو اكيد طبعا الاساس بالنسبه لي، وهكون اكتر واحد واثق فيه، هو بابايا يعني. مظبوط. لكن طبعا المدربين برضو ليهم دور مهم جدا. بس بابايا في البطوله بتاعه الجمهوريه دي، انا كنت من يوم 10 9 انا من بقالي شهرين تقريبا طالع من بطوله العرب، على بطوله العرب مع المنتخب، لبطوله الانديه العربيه، لبطوله افريقيا، بعد كده رحت الدوري بتاعي من يوم 10 9 تقريبا لحد يوم 23 9 انا لاعب 33 ماتش. فهو بقى كنت بكلمه كل شويه ايه اللي عامله، اريح ازاي. طبعا كان مديني خطط اللي انا اريح امتى، ابتدي اتمرن امتى تاني، اشد تاني امتى، اريح امتى. فطبعا كان هو متابعني يعني باللحظه يعني. باللحظة.